أنا كنت عايشة عند بيت جدي أهل أمي، بس ما كنت أعرف ذولي بيت جدي. يعني وعيت جدو أقول له بابا، لأنه أشوفهم كلهم يصيحوا له بابا. ولحد عمر 10 سنوات أمي طلعت بيت وحدها، هي وأختي أكبر مني بسنتين. فأختي عمرها 12 سنة وأنا كان عمري 10 سنوات. يعني اللي عرفته بعدين ماما سولفت لي قصتها، انه هي متزوجة شخص وبعدين عافها وما اتطلقت وبقت بس علينا. بس بيت جدي حالتهم كل زينة، فعشنا عندهم وحياته حلوة، ما كان ينقص اي شيء. بس ما كان اعرف، يعني ماكو مسؤول علينا غير امي. الأب بطبيعة الحال هو القدوة والمثابة والأمان والارتكاز للعائلة للأولاد، فلذلك وجوده وتأثيره على الأبناء تأثير مهم سلبا أو إيجابا. بالسلب، باعتبار أنه للأسف نبدأ بالسلبيات لكثرتها وتأثيرها في الآونة الأخيرة تأثير كبير على بناء الأسرة، وللأسف يعني هدم الأسرة في بعض الأحيان. فلذلك نبدأ بالسلبيات، أنه الأب في الآونة الأخيرة بدأ يبتعد عن مهام الأبوة الحقيقية، يبتعد عن التكليف الإلهي اللي الله سبحانه وتعالى كلفه وبالإنفاق. فلذلك يعني نجد يعني كثير من الآباء يعني مرتهنين لرغباتهم الشخصية، مرتهنين ل يعني اندفاعاتهم وعواطفهم بعيدا عن الأسرة وبعيدا عن الأولاد، وأيضا يعني بعيدا عن الإنسانية صلح التعبير. فلذلك نشوف أنه إذا أي خلل بدوره هو ينعكس بالسلب على يعني مسيرة العائلة وطريقتهم ونظمهم في الحياة. الجانب الإيجابي، طبعا الجانب الإيجابي هو يعني يمثل الأب للعائلة، هو دفء البيت و يعني سند العائلة والأولاد، يبدأ المشورة لهم باعتباره يكون يعني أكبر سنا، ولذلك هو يكون ذو تجربة مهمة في الحياة، ولذلك يعكس تجربته بالحياة إلى أولاده نصيحة ومشورة وسند إليهم ودفعهم إلى التطور. وأمي مدللتنا بحيث كل شيء نريد تجيب لنا، شنو يدخل للسوق، شنو نشوف البنات، شنو بالمدرسة، كل شيء توفر لنا إياه، وما حرمتنا من شيء، وعلمتنا دائما نعتمد على نفسنا. أو يعني حتى من كان تصير عندي مشاكل بين صديقات، تقول لي هاي صديقتك ما بيها فايدة عوفيها، أنا صديقتك. فهي عوضتنا عن كل شيء أمي. ودائما أي شيء يصير أو مشاكل، يعني هي علمتنا على هذا الشيء، إنه أعوف المقابل. يعني صديقة حتى لو كان عندي فترة وياها، إذا غلطت بحقي رأسا أعوفها، إنه أتخلى عن الأشياء وأكسب راحتي. للأسف الشديد في الآونة الأخيرة عندما يحدث الطلاق، للأسف الشديد تحاول الأم جاهدة يعني بقصد أو بدون قصد يعني تختزل دور الأب من حياة الأبناء، ولذلك تقوم بدورين، دور الأب ودور الأم، وهو يعني حقيقة مهمة صعبة جدا. رب العالمين الله سبحانه وتعالى من خلق الذكر والأنثى وجعل بينهما مودة ورحمة، لكل منهما طبيعة فسدجية وطبيعة تشريحية وطبيعة نفسية تكاملية بينهما، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينتج من بين الأب والأم أطفال. فعلى هذا الأساس لا يمكن للأم أن تلعب وتأخذ دور الأب بتاتا مهما حاولت، ولذلك تحاول يعني جهد إمكانها تعويض دور الأب بالترف والدلال، وكما هو معلوم الترف يزيل النعم. فهذا جانب سلبي تحاول أن تقوم به الأم، للأسف لا تفلح فيه، وهي تكون دائما هناك ثغرة في حياة الأبناء. طبعا أنا درست بس ما كملت الدراسة، لأنه كنت مدللة. يعني ما هالقد أحب الدراسة، أحب تلفزيون، أحب أسمع راديو، أحب يعني هاي الأشياء، أحب أطلع طلعني أمي، ما أحب الدراسة.
فقعدت عادي بالبيت يعني للثالث متوسط ما قدرت أكمل، ما نجحت أكثر من مرة ما نجحت، فقعدت بالبيت عادي مدللة، وأمي موفرت لنا كل شيء. هي معتمدة على شغل، يعني هي مشغلة أحد مطهم والورث مالتها، اشترت لنا البيت واشترت يعني مثل المحلات وهم يشتغلون بيها، فاحنا يجيها بس يعني كل شهر يجيها الفلوس مال الشغل. فهذا الشيء تطور وياها شوية شوية لحد ما قدرت انه تطور المحلات مالتها، لحد انا يعني عمر تقريبا 17 سنة هي ماما صارت احسن. اختي الكبيرة لا كملت دراسة عكسي، يعني ما كملت. يعني الدراسة شيء مهم جدا في حياة الإنسان، التحصيل الدراسي عموما احنا نسميه التحصيل الدراسي. بجانب التحصيل الدراسي يجب أن تكون هناك ثقافة، ثقافة مجتمعية، ثقافة دينية، ثقافة أسرية. الثقافة بمفهومها العام يجب أن تستند وتتوازى مشيا في حياة الإنسان جنبا إلى جنب. عندما نركز على أمر معين دون أن نلتفت إلى هذين الأمرين المهمين بالتأكيد تكون حياة فاشلة، و يعني مضي الابن أو الفتاة في الحياة تكون بها نقطة ضعف، نقطة يعني خلل في حياتها الأسرية إن تزوجت. بس أنا كنت يعني قلت لها ماما إذا أكو أحد عادي، يعني ما أرفض إنه أتزوج. فهي ما راضت تخصبني على أحد، قالت بكيفك. فأنا بدأت يعني بدأت إنه بتليفون أتعرف، بتليفون أتعرف على أشخاص، أرقام أسولف وياهم أحكي وياهم، بس ما يعجبوني. لحد ما أكو جيراننا عندهم يعني قرايبهم ولد زين وهيك شيء، ما سألنا عليه هواي، إحنا يعني انضمنا لجيراننا. فالولد مناسب ومن عمري وحالته المادية كل زينة يعني تساوي حالتنا، فهم قالوا ما يعني حتى البنية تعيش بسعادة ومثل ما يعني أمي معيشتني، فهذا الشيء اللي فكرنا به. طبعا صارت القعدة وخوالي جوي، طبعا أهل أبوي يعني ما أعرفهم ولا شايفتهم، وهو من عافنا هي بعد ما حد سأل علينا. فبالقعدة كانوا خوالي موجودين، فخوالي شرطوا علي بأنه يكون إلي بيت وحدي لأنه ما أقدر أعيش ويا عيال، وقالوا لي ما راح تفيدكم، هي ما تقدر يعني تعيش بعيال بأجواء عيال، لأن أنا عايشة بوحدها ويا أمها وأختها، وريتها هنا قريبة على أمها. هو ما قال لا، ويعني وفر لي بيت بس كان إيجار بالبداية يم أهلي. وعشنا هناك. علاقة الزواج علاقة شراكة، هذه الشراكة من أعظم الشراكات اللي الله سبحانه وتعالى حددنا بيها. موضوع الزواج بصورة عامة هو أن كل إنسان من يختار شريك حياته يختار وفق أسسه وإطار معين. إحنا اليوم عندنا دنمر ظروف عدة دنشوفها، أنه فرق الطبقية، فرق المستوى المادي، وفرق التعليم، هذا يسبب إلى نشوب خلافات بالمستقبلية وخلافات تراكمية تظهر بعد مدة معينة من الزواج، وبعضها يكون نتيجتها ضحاياها الأولاد. اليوم فرق الوضع المادي والمعيشي يأثر على الزواج بصورة عامة، خلينا نكون واقعيين وما نخفي هذا الأمر. اليوم المادة تلعب دور أساسي بحياة المتزوجين واختيار الشريك. أي اللي يصير شنو؟ انه الامور الماديه اللي ما بيها الزوج من اختيار زوجه تكون اعلى منه طبقه ماديه، هنا أنا متعلمه على امور حياه وتوفر احتياجات كامله ما باستطاعه الزوج انه يوفرها لها، هذا احد الاسباب والخلافات اللي تؤدي بين الزوجين وينتهي موضوعهم بالطلاق، والضحيه يوقعون بها الاطفال، وهذا كثير من نشوفه من الامور. زائدا اذا كانت الزوجه اعلى مستوى، العفو، اذا كان الزوج وعلى مستوى مادي من الزوجة، هنا يوفر لها كافة الاحتياجات والأمور، ولكن يبقى في داخله بعض الأزواج أنه النقص، أنه الزوجة غير متمكنة ماديا أو غير متعلمة، الفرق الطبقي التعليمي خلنا نوصل لهذا اللي هو فرق التعليم بين الزوج والزوجة، هذا هم يسبب، ولكن بعض الحالات تنجح حالة الزواج وتستمر وديمومتها. نعم، التوافق المادي نعمة،
نعمة فضيلة التوافق المادي، دائما نختار وفق طبقتنا المعينة، وفق مستوانا، على مود هنا ماكو اختلاف لا بين الزوجة ولا الزوج بالتوافق المادي بيناتهم، وهذا أفضل شيء كل زوج إنه يختار زوجته وفق طبقته المعينة. يعني هو قبل مدة يعني في إحدى مقاطع الفيديو التي تلفت الانتباه حقيقة وظلت مخزونة في الذاكرة، هناك بروفيسور أجنبي تتحدث معه طالبة دكتوراه، فقالها أنت طالبة دكتوراه ايش قد عمرك؟ قالت 29 سنة. خلصت الدكتوراه؟ قالت لا بعد سنة أكمل. قالها يعني 30 سنة عندك بوي فريند حبيب صديق عندك؟ قالت لا أنا مشغولة فقط في الدراسة. قالها نصيحتي اتركي الدكتوراه وروح اذهبي للزواج. هنا للأسف الشديد يأخذ العمر من الوقت من حياة الفتاة سنوات كثيرة ترتكز فقط على الدراسة. لا نقول أن هذا الأمر خطأ بقدر أنه يجب أن يعني تأخذ المنحيين بآن واحد، تلتفت إلى الجانب العاطفي من حياة المرأة والفتاة، وأيضا لا تغفل الجانب الدراسي، يعني توازن بينهما، ولذلك تكون الحياة يعني متوازنة لديها. يعني نحن نتكلم بشكل عام بحالتنا هذه الفتاة، طبعا مثل ما هو معلوم وزارة التربية والتعليم نحن، لكن للأسف الشديد بالآونة الأخيرة بدينا نفقد الجانب التربوي فقط، هناك فقط الجانب التعليمي. مع ذلك الدراسة تأخذ وتشغل حيز مهم وكبير من فكر الفتاة، فلا يبقى لديها وقت كثير للانشغال بالتوافه إن صلح التعبير. ومن هذه التوافه أنه تحاول أن ترتبط بأي إنسان تقدم لها، بأي طويل، بأي مواصفات في ذهنها، بمجرد أنه يتقدم لها بأي صيغة تتقدم وتتزوج. عشان تقريبا فترات هواي، يعني تقريبا 5 سنوات صار عندي 2 ولد، وحياتي طبيعية ماكو أي مشكلة، ويشتغل ويعني زين، بس يعني أنا ما مهتمة بذاك الاهتمام وذاك التعلق بي، يعني عادي عادي حياتي عادية، المهم ما حارمني من شيء، وما حارم إنه أطلع ويا أهلي، أطلع ويا أمي، أطلع ويا أختي، خليني على راحتي. بعدين أنا ظليت أحكي إلى متى نبقى إيجار، إلى متى نبقى إيجار، وأمي قالت أنا أساعدك وإذا تريدين تشترين بيت وين ما تريدين، فساعدت أمي وهو همياتين كان هاي الفترة كلها يجمع، فقدرنا نشتري بيت، فاشترينا بيت وقعدنا بيه. وراها أنا صارت عندي بنية، هاي الفترة يعني تقريبا ثمان سنوات أنا عايشة وياها طبيعي. يعني خلنا نرجع خطوة للخلف، الحاضنة والقدوة للفتاة هي الأم، عندما تكون هذه القدوة والحاضنة هي سيئة وغير صالحة، فلا يعني ننتظر من النتيجة من الفتاة يعني أن تكون هي مقدسة للحياة الزوجية على أي حال. يعني عندنا أمثلة كثيرة في هذا المضمار، مثال واضح وجلي ومعروف أنه آسية، السيدة آسية بنت مزاحم، ما قالت، ما دعت لرب العالمين أنه تريد أن تطلق فرعون وعليه ما عليه فرعون، قالت ربي نجني من عملي فرعون وابني لي بيتا في الجنة. فهنا موضوع الطلاق موضوع خطير جدا. يعني عندنا أمهاتنا يعني عندها كلمة لطيفة و لا زالت ماثلة في الذاكرة، تقول يا ابني حملت الطقة واللقة على مودك. هاي طبعا لحد أنا أتذكرها من يعني جدتي الله يرحمها. فهنا نشوف القدسية الحياة الزوجية عند المرأة، هنا منين جاية هاي القدسية؟ أكو عندها مثال، عندها حاضنة، عندها قدوة، من نشوف أمها تتحمل المصاعب الحياة الزوجية، تتحمل عصبية الآباء، بل إحنا مجتمع شرقي أغلب الآباء هم عصبيين نتيجة الضغوط اللي مرت على المجتمع على أي حال. فلذلك يجب على الزوجة أن تتحمل، لكن هنا في حالتنا نشوف الزوجة أنه عندها قدوة غير صالحة، قدوة
ما ممكن تتخذها مثال وأسوة حتى تستمر في حياتها، ولا القدوة أيضا أنطتها وصايا ونصائح في سبيل ديمومة الحياة الزوجية، فلذلك يكون هنا الخلل. بس هاي الفترة من قعدنا بالبيت أحس يعني شلون عثبت البيت ما أدري كانت علينا، يعني دخلوا بحياة زوجي بنات، يعني ظل يتعرف وأشوفه أنا صح، بس هم يعني وحدة تغار على زوجها صح، أنا مو كلش متعلقة بيه، بس يعني عادي مثل أي زوجة تغار وتتعارك وأشوف قدامي يحكي ومحادثات وهاي. فبعدين أنا متعلمة على شيء، إنه واحد إذا شلون قلت لك إنه بالبداية حتى صديقات إذا واحد يخطئ بحق رأسه نعوفه ما أبقى وياه، بس بقيت وياه وقلت خلي عاملة بالمثل، فهذا كان قراري إنه أبقى، وهذا بيتي أمي جابت لي إياه صح وشارك بي بس يبقى بيتي وعاملة بالمثل. ظليت أنا هماتين أتعرف على شباب أحكي وياهم عادي أضحك وياهم، بس ماكو أي شيء يعني مو زين، يعني محترمة نفسي ومحترمة بيتي وماكو أي شيء أدري هو زوجي لا يسوي أشياء مو زينة، بس أنا ما عندي أي مشكلة. هنا لما نرجع إلى الحاضنة أو القدوة، هنا يعني رب العالمين من قال ليجعل حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، هنا الزوجين راح يكونوا داخل الجو الانفعالي اللي أحدثت هذه المشكلة، اللي هو تعارف مع يعني فتيات وعن طريق كثيرة وأقربها هو السوشيال ميديا، فلذلك يجب أن نرتكز بمفاهيم قديمة مقدسة عند الزوجة، أنه لن نتسرع إحنا بطلب الطلاق، أكو خطوات كثيرة للإصلاح. ممكن هذا الشاب عندما يشوف تضحية زوجته وتضحية يعني تقديس الزوجة للعائلة وللأبناء وتمسكها بيتها، راح يمكن راح تراجع، لأن هاي بطبيعة الحال نزوة، والشاب هي يعني يمر بتجارب كثيرة، فما ممكن إحنا من كل تجربة نحدث الطلاق وإلا يتفكك المجتمع. فيجب على الزوجة على الأم يعني نرجع أيضا خطوة للوراء، أنه تكون حاضنين للأزواج الحديثي الزواج، لأنهم قليلي التجربة ضعيفي الميراث، فيمكن أن يتخلخل بأي تجربة تمر طارئة على حياتهم. الخيانة الزوجية هي إحداث ضرر من قبل أحد الزوجين إلى الطرف الآخر من قبيل أنه المساس بكرامته والمساس بمشاعره والمساس من شخصه نتيجة تعامله مع شخص أو طرف آخر وإهمال هذا الطرف. هذا التعريف اللي الواضح عليه نقدر نوضحه. نعم، خيانة السوشيال ميديا اليوم نشوفها بكثرة، هي خيانة يعني انتشرت بالآونة الأخيرة بسبب استخدام الهواتف النقالة اللي دخلت لنا. اليوم تعرفين أنت كل سلاح ذو حدين، الهاتف النقال والإنترنت اليوم صار عندنا سلاح ذو حدين، ممكن نختاره بالخير ممكن نختاره بالشر. اليوم السوشيال ميديا صارت بحياتنا اليومية بصورة عامة وكثير من الاستخدام. الخيانة الزوجية بالسوشيال ميديا لها أمور معينة يترتب عليها بالقضاء تتخذ بها، وإلها حق التفريق أو حق المساءلة القانونية بالجزاء إذا كانت الخيانة من قبل الزوج أو الزوجة، فالقانون ضمنها هنا ووضع لها حلول لها. هذا خطأ يعني عظيم، يعني إحنا دائما عند النساء أكو حدود حمراء أو خطوط حمراء، يعني ما ممكن إحنا نتجاوز هذه الحدود ويعني نتعامل بالمثل، هذا يعني هذا شيء مرفوض خلقيا ودينيا واجتماعيا. نحن نتوسم ونتعكز على المصلحين ان صلح التعبير، انه يفهمون انه هذه يا امراه يا فتاه ليس لك ان تقوم بما يعني بما يفعل هو الزوج كرد فعل، والا الحياه العامه للمجتمع تتفكك بهذه الطريقه. نعم هناك كثير عن لا نضفي على الأولاد أو الأزواج هالة القدسية، لا الكثير منهم يعني خارجية حدود المجتمع وخارجية عن الأخلاق. اليوم لا يمكن أن نعالج الخطأ بالخطأ، إذا كان الزوج أخطأ لا يمكن للزوجة أن تعالجه بالخطأ، وما فعلته الزوجة هنا هو أصل الخطأ، كونها اتجهت إلى أمور قد حرمها الله سبحانه وتعالى ونفاها المجتمع. واليوم المرأة في مجتمعنا لها نظرة تختلف عن الزوج صراحة، اللي عملته راحت واتجهت أنه تقيم علاقات على السوشيال ميديا ومع ناس غرباء وغير محللين لها،
هذا بالواقع حتى يعطي اعطاء للزوج انه باقامه شكاوى على الزوجه من قبل الخيانه، وتثبت هذه المواضيع وما مدى الخيانه، هل خيانه لفظيه ام من الممارسات العاده من الكبائر. هنا تدخل من ضمن هذه الحالات، فيجب ان تثبت بمواقف معينه. اليوم ما اعرف هاي الحاله اللي حضرتك تتكلمين عنها هي الخيانة بصورة كاملة أو جزء من الخيانة أو فقط كلام ودردشة مثل ما نسميه بالعامة. حل ما تعرفت على شخص شكلك يعني تعلقت بيه وحبيته، كلش حبيته، يعني صار يعني أترك أطفالي وبيت وأهمل كل شيء حتى ما أطلع وي أمي ولا أختي، بس وقتي كله إله. بس هو ما كان عايش بالعراق، هو كان بتركيا، بس ما أدري شنو ظروفه، بس تعلقت بيه وأحبه يعني حب، يعني بحياتي ما شفت مثله. قد أنا تعرفت على شباب بس حبيت أكثر من نفسي وأكثر من الكل. فكان يحكي دائما بانه انت ليش باقيه هيك، ليش باقيه عوفي، وانا مستعده اتزوج شوي، يعني دائما يحكي وياي بهذا الموضوع. يعني ما اقدر اجرى اخذ خطوه او اقول للزوج خلينا ننفصل او هاي، لان هاي مشكله كبيره. فظليت اتعارك وياه وازعل، اتعارك وياه وازعل، وكل ما اتعارك يعني امي تقول يعني عادي ما تقول شيء، ما تقول لي يعني انه احل الموضوع هاي، لا مخليتني براحتي، تبقيني هنا انا ابقي هنا، ايش كنت تبقين اسبوع اسبوعين عادي وترجعين، ما تحل المشكله. لحد ما حكيت لها قلت لها هذا وضعي، فقالت ما دام هذا الولد يعني ثاني يريد يتزوج شوي عادي عوفي هذا. فقررنا انه اني اطلع من البيت وما يدري بيه، فاجرت لي امي بيت يعني منطقة بعيدة ما يدري بها زوجي، ووكلت محامية ورفعنا قضية عليه، قضية طلاق. تعلقت بهذا الشخص، هذا أول شيء راح ينطي عدم فسح المجال لعودة الشريكين من قبل الزوج والزوجة، كونها هنا هي تعلقت بشخص آخر، وراح يسبب هذا خلافات بين الزوجين ولا يمكن استمرار الحياة الزوجية بينهم، لأن هنا الزوجة بعد شلون ما نقول القلب مو للزوج ولا طاعة الزوج، والله سبحانه وتعالى حرم هذا الشيء واتجهت بهذا الصوب. هنا أنا أكو مسألة قانونية بحق الزوجة. يعني إحنا بطبيعة الحال يعني المؤازرة على الهدم لا نقول على الخطأ. الطلاق هو يعني سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، يعني خلى رب العالمين هذا الشيء فاصل لاستحالة حياة زوجية، وهذا الأمر يعني شرعي لا بأس به، لكن احنا نقول هدم الحياة الأسرية. الحياة الأسرية لا يمكن أن تهدم بهذه السهولة، لا يمكن أن نفرط بالحياة الأسرية بهذه السهولة، أنه يذهب زوج ويأتي زوجا آخر. الزوج هو ليس سلعة تشترى وتباع، الزوج إنسان، الزوج شخصية، اليوم لم يكن التوافق ممكن بكرة يكون التوافق. يعني نعود إلى أصل المشكلة، أن هناك يجب أن تكون هناك تربية حقيقية، هناك تمكين، هناك نحن نعلم حاليا هناك كثير من المؤتمرات في تمكين المرأة، لابد أن نمكن الأم حتى تمكن بنتها من ديمومة وسعادة حياتها الزوجية، يجب أن نمكن المرأة كيف تعمل وكيف تتصرف في حالة هناك طوارئ في الحياة الزوجية، كيف تتعامل معها، تطلب المشورة، تطلب تلجأ إلى الدين. الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا إلا وضع له سنة وقانون، فلذلك يعني نحن لدينا فراغ في الاستناد والشرعية لهذه الأمور التي دائما هي تحكم الحياة الزوجية وتجعل لها القانون. افتعال المشاكل، اليوم احنا هذا نسميه افتعال المشاكل، ولكن نتيجة تراكمات والخلافات بين الزوجين اللي ما يوصلون لوضوح حلول معينة لها يوصلون لهذا المسمى اللي هو افتعال المشاكل. اليوم ما أعتقد أكو إنسان يريد يهدم الأسرة أو يهدم حياته أو منظومة العلاقة الزوجية على لا شيء، لازم أكو أسباب ومسببات عديدة. إذا دخلين بصلب المواضيع راح تلقين كثير من الأسباب. اليوم الزوجة إذا نقول تفتعل المشاكل، أكيد أكو خصوم من الطرف المقابل توصلها إلى بأي صورة. اليوم المرأة تحاول توصل للرجل بأي صورة ممكنة، مرات تحتاج الاهتمام، الكلمة الطيبة، المراعاة، يجوز فاقدتها بهذا الشخص المقابل، فتحاول تفتعل هذه الأمور أنه توصل للفكرة، ولكن بعض الأزواج هم من يفتعلون المشاكل.
هنا يجب أن نتأكد أن هناك طرفاً دخل على خط الموضوع من طرف الزوجة أو الزوجة أو الزوج العفو. نتيجة هذه التراكمات تحدث هذه الخلافات وتسمى بالافتعال المشاكل. ماكو هناك مشاكل بالأساس، بس هي نتيجة تراكمات يوصلنا لحد معين بعد انتهى الأمر. هذا اللي بدنا نشوفه بالمحاكم صراحة. طبعا احنا قلت لي المحامي انه هو هاجرني، فصار لفتره هاجرني وما اعرف عنه شيء، وهذه بس انطيت العنوان مال بيتي وجاي هو تبليغ من المحكمه بوقتها، بس ما اعرف يعني رايح او لا، انا موكله المحامي لحد ما تجيب لي الطلاق. وقلت لامي شنو يصير تصرف بالبيت بالاغراض وهذه، هاي امي تحل الموضوع. المهم أنا كان كل وقت اللي أنتظره بهاي الفترة، طبعاً أمي ما قلت لوين الطليقي، أنا ما يدري بيه، كنت أنتظر بس ورقة الطلاق حتى أطلع من العراق. أطفالي طبعاً أطفالي وياي، كانوا ثلاثتهم وياي، أنا ما عفتهم ولا لحظة وما أخذتهم وياي. هو يعني هاي غريزة، يعني غريزة إلهية، إن الأم مهما تكون يعني من حوادث و يعني مشاحنات بين الزوج واختلافات تصل إلى الطلاق، لكن تبقى الأم أم بغريزتها الإلهية التي يعني وضعها الله سبحانه وتعالى فيها، وهي بطبيعة الحال يعني ككل الكائنات دائما نشوف الأم أو الأنثى تحتضن أطفالها في كل الكائنات وعلى رأسها الإنسان طبعا. فهذه الحالة يعني لا تسجل لها يعني حسنة صراحة بحقها، بقدر ما هي يعني احتضان إلهي، غريزة إلهية الله سبحانه وتعالى وجدها فاحتضنت أولادها. لكن هنا يعني نسأل سؤال مهم، هل هذا الاحتضان سلبي أو إيجابي؟ الاحتضان الإيجابي يجب أن يكون الأب موجود في حياة الإنسان، الأب ركيزة مهمة للحياة كما أسلفنا قبل قليل، فيجب أن توازن بين احتضان أطفاله وهو شيء حسن، وبين أن يكون الأب موجود في حياة الأبناء كركيزة ودعم ومكمل للحياة الأسرية. يعني اليوم أكو، خلينا نكون واقعيين، بكل مهنة أكو الإنسان اللي يخلي الإنسانية أمام عينه وأكو الإنسان اللي يخلي المادية، هذا الشيء ما نختلف عليه بكل المهن. أول شيء القانون نسميه روح القانون، وهو الالتجاء للإنسانية والإصلاح ذات البينة. يعني كثيرا من الأمور الدعوة تجيني أحاول أصلح ذات البينة بيناتهم قبل ما أقيم الدعوة، وتدرين احنا بالاحوال الشخصيه تحال الى باحث اجتماعي، ان قمت الدعوه حيلها الباحث الاجتماعي احاول حتى ويا يم الباحث انه يتصالحون ويتراضون ويتركون امر المحكمه. ليش اخلي ما افكك هذه المنظومه؟ منظومه الزواج منظومه عظيمه، وبالذات اذا يكون عندهم اطفال، خلي اكون صريح وياك، لان الاطفال يوقعون بهاي المساله. يعني خطوره هذا الامر تاتي من ضعف الجانب الوازع الديني والوازع الأخلاقي. لو كان هذا الوازعين موجودين في حياة الفتاة وحياة الرجل عموما، نحن يعني نتكلم محورنا هو الفتاة. الفتاة يعني كما يعبر عنها إنها كالزجاجة في جماليتها، كالبلورة في جمالها وضعفها، فبأي طارئ خطأ ممكن أن تكسر، ممكن أن تلثم، وهذا الثلم والكسر يصاحبها مدى الحياة. فلذلك أي خطوة غير مدروسة، أي خطوة متسرعة بردود يعني انفعالي تكون عواقبها وخيمة، لا سيما في هذه الحالة عندما تتعرف على فتى عبر الأثير وبدون الرجوع إلى خلفياته الأخلاقية والمجتمعية والشخصية وانحداراته وسلوكه وتفكيره، هذه كلها عوامل مشجعة وتساعد على يعني تقويم الحالة الزوجية، أن إنصاف الزوجة، إنصاف الأبناء. لكن إذا كل هذا الأمر لم يلتفت إليه، بالتأكيد تكون هناك مثلبة كبيرة في حياته، في حياة هذه الإنسان. بالنسبة لموضوع الطلاق بالهجر، حدد القانون وفق معايير وقياسات معينة، والطلاق بالهجر يجب أن يتم السنتان، هذا أولا. يجب أن تكون الزوجة متهوكة لمدة سنتان، متهوكة الفرج بغير عذر، هذا ثانيا. الشغلة الثالثة اللي يتطبق لها القانون، ياخذ ويبحث ويسأل ويريد يعرف الحقيقة يمن يلا ينطي القرار. هنا أخذت القرار للهجر، التفريق للهجر،
وفق معايير غير محددة أو تضليل للقضاء صار بموضوعها، كون أنه الزوج دبب هذا الموضوع أو غير علم، وصل له بلاغ من المحكمة ما وصل له بلاغ من المحكمة، حضر هذه المرافعات أم لم يحضر؟ إذا حضر هنا راح يكون عنده جهل ببعض القوانين كونه غير صاحب خبرة بهذه المواضيع. حصلت على ورقة الطلاق، طلعت الأربيل، طبعا اعطتني امي مبلغ وقالت لي ايش تحتاجين راح احول لك، وطلعت الاربيل. طلعت الاربيل يعني بقيت هناك فتره، هو ما يقدر يجي يعني، فقال لازم تجين لتركيا. فشون اني يعني ارجع اروح لتركيا؟ فبعدين يعني شفت اكو طريقه بانه اتهرب لتركيا، وانطيت عليها فلوس وطلعنا تركيا انا واطفالي منطقة، بعدين هو جانب. اليوم الأب بالقانون هو الوصي الجبري على الأولاد، ما حد غيره يكون وصي عليهم ما دام هو حي. فانطى القانون هذه الميزة للأب كونه أنه أحق بمصلحة أولاده أو أدرى بها، وما يريد يحرمه من عندهم، لأن مثل ما تعرفين اليوم إحنا الحضانة للأم ولحد بلوغه، وتتمدد الحضانة لحد بلوغه 15 سنة، وبعدها يخير يا أما يم الأب أو يم الأم. هنا أنا فقد الأب جزء كبير من أولاده، وهذا حديث مطول عليه أنه المادة 57 وعليها إشكاليات صراحة نتيجة هذه تمديد الحضانة والحضانة إلى الأم. فأنت خلى هاي الميزة للأب كونه أدرى بمصلحة أولاده. الزوج الطليقة هنا تحتاج إذن سفر من الأب يقيم لها بهذا الإذن على مود على ضوءها تقدر تسافر بيهم وفق علاج وفق أمر معين، ومن حق الأب هنا أنه يلاحقها قانونيا ويطالبها إذا ما رجعوا. طبعا مثل ما تعرفون انه محافظة اربيل واقليم كردستان غير تابع للحكومة المركزية، يعني بمعنى انه بعض القرارات اللي تصدر من الحكومة المركزية غير خاضعة للتنفيذ في الحكومة في اقليم كردستان، وهذا الامر اللي العالم دا تاخذه فد منفذ من خلاله انه تطلع بالاولاد خارج القطر بدون مساءلة، بدون طلب حجة اذن من الاب او الأمور القانونية. وكثير من الحالات مو فقط الزواج، يعني حتى مرات مطلوبين العدالة نشوفه من هناك يخرج. ليش؟ لأن ما تابع الحكومة المركزية، يعني المطارات المنافذ ما تابعة، ماكو مركزية. يعني أنا قلت شلون راح يجي ويعيش ويانا هيك ما يصير. وأنا هاي الفترة كلها انتهت العدة مالتي، فتزوجنا بورقة شيخ. تزوجته وبقيت وياه، صرت حامل. ما صرت حامل هو يعني شلون اللي انقلب وقال انا ما كانت مخطط انه يصير عندنا طفل هسه، لانه احنا بعدنا ما مستقرين، انت ما حاله موضوعش، انت شلون جيتاني؟ رحت يعني لازم هو موافقه طليقي حتى اسافر، بس انا طلعت بتهريب يعني باي لحظه لازم هو يرجعون للعراق. فهو انقلب يعني وظل يتعارك وياي، وفجأة هذا الشخص اللي حبيته وحبيت كل صفاته انقلب شخص ثاني، صار يعني حتى طليقة أحسن منه. فكل يومية ضرب ومهانة ويعني تعذبت. فحكيت لأمي، ومتدري يعني هاي الأشياء بالتفاصيل، قلت لي عوفي وتعاي رجعي. الدولة العراقية تتعامل مع العقود الخارجية للزواج على أنها مخالفة ويحال إلى محكمة الجنح، إلى محكمة التحقيق ويغرم عليها، وثم يصدر قرار بهذا والزواج. وبعض الحالات أدت إلى توقيف الزوج مدة 6 أشهر حسب محكمة وقناعة المحكمة. محكمة الجنح هنا تثبت بهذا الموضوع، يصدر قرار من عدم الموضوع أنه العقد كان خارج العراق بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، الزوج هنا إذا معلوم الإقامة ومعلوم السكن من حق الزوجة تقيم عليه دعوة تصديق زواج خارجي وثبته بالمحاكم. إذا كان غير معلوم وما يتوفر عندها الشهود وما يتوفر عندها المحل الإقامة، هنا لا يمكن إثباته، ويصبح هذا العقد مجرد ورقة باطلة غير معتمدة. زين أني أعوفه وأني حامل، زين شون يعني هذا الطفل إذا أجي بمن يتسجل وهو يعني ورقة مو فد شيء رسمي؟ فقلت له أنا رايحة للعراق تجي وراي وعلى مود نعقد محكمة. رجعت مرتين الأربيل ما أقدر أرجع، يعني أنا حتى ما أقدر أرجع بيت أمي، قلت أخاف طليقي يعني شنو مخلي بباله، يريد أطفاله وأنا كل شوية لا أنطي أطفالي. ف
فبقيت بأربيل. سيد جي يعني قد انتظرته ما اجى، فقال لي يعني اني شو تريدين انت يعني اعطيك مسعوف فيني من مساله بانه نتزوج محكمه بالعراق ولا. قلت له ليش شنو المانعك؟ طلع متزوج، طلع متزوج وانا ما ادري. يعني هذا الشيء ضحك صراحه، يعني كل هذا الوقت وانا ما ادري شلون انت متزوج. قلت له تضحك علي، بجوز كذي ما صدقت بالبدايه، بس بعدين دز لي صور واطفاله وصور زوجته، وقال لي انا متزوج، انا ما اقدر اتزوج بعد مره ثانيه، ما يصير ما يصير، يعني حتى لو بالعراق صارت ما يصير هناك، حسب هو كلامه يقول هيك ما ادري بعد. كثير من العالم يعتقدون انه المكاتب اللي موجوده للتنظيم عقود الزواج هي مكاتب مجازة من قبل المحاكم، وهذا مفهوم خاطئ. هي غير مجازة، هي مجازة من الولي الشرعي أو المرجع الديني اللي يعطيهم صلاحية تنظيم العقود. اليوم المحكمة خلت موضوع الزواج محتم فقط بالقانون لتنظيم الحياة الزوجية، أول شغلة. الشغلة الثانية، اليوم لا يمكن للزوج أن يقدم للمحكمة بزواج من زوجة ثانية إلا وفق معايير محددة، أن تكون مريضة، أن تكون عاجزة، هنا تعطيه المحكمة حق إذن زواج من زوجة ثانية. بحال زواج من زوجة ثانية تعطي الإذن لعلم الزوجة الأولى، علمها فقط، أنه هل علمت زوجتك الأولى بالزواج؟ إذا علمت تجي العراقية تجي تحضر للمحكمة تدون. فظليت محتارة أنا شو أسوي يعني، وهذا الطفل إذا إجى بمن أسجله؟ فماكو غير إنه أتخلص منه، وهذا اللي صار وتخلصت منه، وبقيت يعني فترة بأربيل. طبعاً قلت له زين أنا تخلصت من الطفل هسه شنو؟ قال لي بكيفك نبقى على هذا العقد، بس ما أسوي عقد محكمة. طبعاً أنا ما قبلت، قلت لي شنو الفائدة؟ يعني أنا قتلت روح، يعني أنت بيها حرام، بس أنا هذا يجي الطفل شنو ذنبه عايشة بدون أب وبدون هوية؟ فيعني قلت لي لا، خلينا ننفصل، وانفصلنا. يعني نعود يعني كما أسلفت إلى الاستناد الشرعي، الاستناد الديني للإنسان. عندما يكون السنن الشرعية والقوانين الإلهية ماثلة في حياة الإنسان، يمتنع عن أي ممارسة يعني غير إنسانية أولا، وتغضب رب العالمين ثانيا. فلذلك هي فاقدة لهذا الاستناد، فاقدة للخلفية الشرعية والدينية والوازع الديني. فلذلك أي فكرة تطرأ كحل للخطأ التي قامت به تقوم به بلا تردد، ولذلك هي عالجت خطأ كبير بخطأ أكبر واللي هو الإجهاض. الزواج بتركيا يختلف مثل ما تعرفين حضرتك، أنه كل بلد له قانونه. فاليوم إذا نريد نصدق هذا الزواج من خارج القطر، إذا كان الزوج عراقي ومعلوم السكن هنا، بدون هاي الورقة ما نحتاجها. بس شو تحضرنا؟ تحضرنا الشهود اللي حضروا واقعة الزواج أمام المحكمة وتقيم دعوة وتثبت. القانون يمشي بالأثبات والأدلة والبراهين. وإذا كان مو عراقي هنا من الصعب إثباته صراحة، لأن الدولة غير دولة والقوانين غير قوانين. يعني الموضوع بمته هنا موضوع شائك وعقيم صراحة، إنه توصل الزوجة إذا تزوج هناك وفق القانون التركي وصدر بيهم عقد زواج من القانون من الدولة التركية، بإمكاننا تسجيله هنا بالعراق عن طريق السفارة وترجمته وتصديقه، وقامت دعوة به هنا ونصدقه. هاي الفكرة، أو قبل يعني نشتغل إحنا ناخذ دائرة الأحوال الشخصية، مو القانون ما عندهم هناك مجاز لهم. فهنا هي همين وقعت فريسة لعدم معرفتها القانون التركي، وقعت فريسة لهذا الشخص. فيعني بموضوع بمته إنه ما حتحصل من عنده فد حاصلة ممكنة إنه تعترف بهذا الزواج. رجعت لبغداد، ورجعت يعني يم أمي، وأمي يعني شو تسوي يعني عادي، وفرت لي كل شيء، ما حرمتني من شيء، وأنا شوية تعبت صحياً ورا الإجهاض. بس هنا طليق درب الموضوع، درب إنه أنا رجعت، وما يدري إنه أنا زوجت وسافرت وكل هاي ما يدري بيها. فرجع يريد يرجعني،
وقال اني شنو طلقتي نفسك بغيابي وهذا مو صحيح وهذا حرام ما يجوز انا ما طلقت سيد يعني حكي هواي امور قال بانه انت يعني طلاق كان مو صحيح زين هو مو صحيح زين انا شلون تزوجت يعني فهاي دايخه بيها انا اذا ارجع لشون يعني انا ما تزوجت ورا يعني هذا الزواج صحيح ولا مو صحيح وانا من اخذت الورقه يعني هي خلص انا وكلت محاميه يعني شلون مكان انه هو لازم طلقني يعني شلون فما ادري لفها عليه قال لي بانه هذا الطلاق مو صحيح وانت لازم ترجعي لي فما ادري هذا الموضوع صحيح او لا اليوم الزوج اذا صدر قرار وقرار بالتفريق للهجر واكتسب القرار بالدرجه القطعيه وكان حاضر للجلسات واحنا لازم نتعمق بالموضوع على مود ننطي فد نتيجه ممكنه صراحه احنا دائما نقول نطلع على اوراق الدعوه قبل التوكل والغايه من عندها شنو على مود ننطي الاحقيه الكامله وننطي للامانه اليوم اذا كان هو حاضر للجلسات واصدر القرار بحضور مو غيابي هنا هذا بعد اصبح بات وملزم عليهم اصبحت هنا هي بالنسبه له اما اجنبيه هذا وفق القانون ولكن الشرع انطي جزء من معلومات الشرع انه الشرع مختلف عليه اللي هو التفريق للهجر انه باقي على ذمته او غير باقيه انه هنا بعدها ما تلفظ الزوج احنا عندنا طلاق انه يتم تلفظ صيغه الطلاق من قبل الزوج وامام شهود يلا يثبت حاله الطلاق هنا فهنا المساله الشرعيه نتكلها الشرع ولكن فيها حرمه من بعض المراجع والطوائف صراحه بالنسبة إلى هنا هو دا يقولها أنا معتبرك وبعدك على ذمتي وما معترف بهذا هنا هو بنية قصد إنه هو ما مطلق بس هنا هو ما يدري اللي الزوجة اللي قامت به بحالة علمه بالزوجة اللي قامت به يا ترى هل يبقى على وضعه الآن أم يختلف أنا صراحة اليوم كرجل أقول لك يختلف من راح يسمع وإذا نجي نرجع لها ونتعمق بالمسألة أزيد راح يكون هنا خيانة زوجية من قبلها انه راحت وسافرت وطلعت وبالنسبه للاولاد خرجوا وياها هذا همين مساءله عاليه قانونيا بالنسبه لها لان بدون اذن سفر من الاب الولي جبي عليهم. يعني هذه الزواج به اشكال شرعي واشكال قانوني واشكال اخلاقي ايضا. فلذلك الزوج عندما يعلم انه زوجته تصرفت بالنحو الذي تقدم تكون كارثه. فلذلك يعني إن كانت له فكرة للعودة إلى الزواج وإرجاعها بذمته فيتوقف ألف مرة نتيجة هذا الحدث أنا ما أفكر هسه بأنه أرجع له ولا أي شيء أريد يعني أعيش على مود أطفالي وأمي هم عتين قالت قالت إيش تريدين ترجعين ليش تسوون وهم تفكرين تزوجين مرة ثانية ما أريد أصلا أتزوج مرة ثانية بس أريد أتأكد يمكن يعني أنا طلاقي كان صحيح زين زواجي صحيح زين ما أعرف وضعي هسه شنو لأن أريد يعني أتحرر من هذا الشيء ما أريد على ذمة أي واحد وأعيش لأطفالي يعني إذا أكو قبول ويعني بين الزوجين الأولين نتكلم عن الزوج الأصلي الزوج الذي تحدثنا عنه وعليه ما عليه من مؤاخذات نحن نتركه الزوج الثاني يجب أن يكون موجود نصيحتي لهذه الفتاة أن توازن بعد التجربة دائما التجربة تعطي ثمرة مهما كانت قاسية تستفيد من التجارب التي مرت بها وتعيد حساباتها الآن هي أصبحت صاحبة تجربة ممكن تعيد حساباتها مرة أخرى تستنشق هواء نظيف من جديد وتبدأ تحاول عودة زوجها لا سيما أنه كما علمت أنه متمسك بها ويبدأون حياة جديدة يفضل أنه لا تصارحه يعني إن كان هناك متعلق شرعي أو قانوني لا يجب مصارحته وإن كان هناك لا يوجد هناك أي متعلق قانوني أو شرعي يجب التكتم حاليا لسيما أنه في بداية نقاها لنقوله هكذا ومن ثم بعد أن ترى أنه الزوج متمسك بها وبشخصيته وأيضا هي تراجع وضعها الفكري بشأن الزواج فإن كان الأمور متوافقة فننصح هذه الفتاة أن تعود لزوجها الأول يعني هسه زين وضع يعني أحسن وحتى ماما قالت لي بأن ذاتي تشتغلين تفتح لي أي مشروع أنا أريده
وهو يجي يشوف أطفاله. يعني صراحة ما حرمته مرة ثانية، قلت له إنه حرام يعني بالبداية طلعت وبقيت فترة طويلة وهو ما يدري بيهم، وهو يعني حتى سولف لي بأنه هو ندمان وش كان يتعرف على بنات، يعني بس ندمان لأنه خسرني وخسر أطفاله. بس أنا أبدا هذا ما أثر بي بعد الصدمة اللي هو ما يدري بيها، واللي يدري بيها إنه أنا سافرت وتزوجت كان ما يحكي هذا الحكي، وكان أصلا يتهمني بهواي اتهامات أدري بي يعني أي رجال يسويها. فهو مهما يحكي أنا أسمع منه يطلع منه، لأنه ما همني هذا الموضوع أصلا. وتم سب أطفالي وبنفسي وأريد أسوي لي مشروع وبس، يعني ما مهتمة بموضوع الزواج. والله اليوم احنا كثير من الحالات نشوفها، يعني أطلب من الجميع إصلاح ذات البينة، تحمل الزوج لزوجته وعباء الحياة. اليوم بجل الله سبحانه وتعالى خلى بيده العصمة لأجل شيء مسمى اللي هو أكثر تحمل وأكثر طاقة، فرفقا بالقواري صراحة، وهذا اللي علمنا عليه الإسلام. وبالنسبة للوضع المعيشي اللي أكثر العالم اليوم بالذات احنا بلدنا، العالم تشكي من عنده هذا الوضع، واللي هو يؤدي إلى حالات انفصال كثيرة صراحة. نقول واحد يتحمل الثاني، وهلا هلا واحد بالثاني، وهاي المنظومة منظومة عظيمة. وإذا وصل حالة طلاق فهم ضحيتها الأطفال أمانة، يعني منشوفهم بالمحكمة أدخل بغير واقع، منشوف هاي الأطفال بالمحاكم وتتجوجها بالمحاكم من أجل أشياء يعني نقدر نسميها أقل من تافهة صراحة، هذا التعبير عبرها يعني على مود طلعة، لو على مود ما وداني البيت أهلي صراحة هذا الدا أشوفه، أو والله ما خلاني أستخدم الموبايل على فد موقع من المواقع المعينة. يعني هنا أنا كل واحد يعلم مصلحة الآخر، هاي اللي أحب أضيفه. أنصح كل الأمهات، الأم مدرسة كما هو معلوم، كيفما يعني تستقي دروسها تعطي الدروس، فيجب أن كل الأمهات تتحصن فكريا، تتحصن علميا، تتحصن فقهيا وأخلاقيا، وتبث هذه المعلومة إلى الفتاة المقدمة على الزواج. تبدأ بنصيحتها، لا بأس أنه أذكر فت قصة في هذا المضمار، أن هناك زوجة مقدمة على الزواج الوالدة تنصحها فتقول لها ابنتي العزيزة احرصي أن لا يشم منك إلا شذا، ولا يسمع منك إلا شذا، ولا يرى منك إلا شذا. وهناك أم أخرى تقولها إن قدم إليك في يوم عرسك فأوكزي رمحة، وفي العرب كان وكز الرمح دليل على التحدي، فإن صمت فخذي بدرعة وقطعي لحمه بسيفه، فإن صمت فهو حمارك فامتطيه. لنرى كيفية الفكر بين الأمين. الأم الأولى تحرص شديد الحرص على بناء عائلة لابنتها متماسكة لها عمر طويل وديمومة إلى ما شاء الله، والأم الأخرى التي تعكس أيضا تجربتها المريرة مع زوجها، فلذلك تنصح ابنتها بهذه النصائح المؤسفة حقيقة.